أحب أعرفكم بنفسي، أنا وفاء عبد القوي علي من أسوان، اسم الشهرة وفاء عشري. ابتديت الأول الشغل في المجال العام من خلال الجمعية اللي كنا جمعية البلد اللي احنا بنشتغل من خلالها، جمعية الشيخ علي السرطاني في المجتمع. من خلال العمل العام كمان اشتغلت في موضوع حماية مكان من التروس، وده كانت مشكلة كبيرة جدا في أسوان. اشتغالي بالسياسة جه في الفترة الأخيرة أو ما قبل 2010 نتيجة الأحوال السيئة اللي كانت موجودة في البلد كلها. كمان سيطرة الحزب الوطني على كل مرافق الدولة، بحيث ان انت ما كنتش تقدر تعمل اي حاجة غير لما يكون معاك كلمة حزب وطني. نزولي الشغل كباحثة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واحتكاكي بالناس مباشرة ورصد الواقع الناس اللي عايشين فيه، انفاقهم قد ايه، استهلاكهم قد ايه، الخدمات اللي مش واصلة لهم قد ايه، ده خلاني كمان اتشجع اكتر ان انا احاول اتكلم باسم الناس المهمشة دي. بوجه عام انا المرأة هي الأساسي أو هي سبب ترشحي الأول لنزول الانتخابات. رشحت نفسي لأن أنا شايفة إن في مجموعة شريحة كبيرة من الستات ملهاش صوت، محدش بيقدر يوصل صوتها، محدش حاسس بمشاكلهم، ولا حد قادر يوصل المشاكل دي للمسؤولين، واللي موجودين كان قبل كده ما كانتش المرأة موجودة على الأجندة بتاعتهم. فشفت إن ده واجب أساسي عليا، يعني لازم أنزل عشان مساندة للمرأة الموجودة في أسوان وفي مصر كلها. أعتقد إن دي مشكلة موجودة في كل حتة، السيدات المعيلات اللي موجودين ومش قادرين ياخدوا حقوقهم الاجتماعي أو الصحي. إن أنا واحدة ست ده شيء أساسي في الموضوع. أول تحدي إن أنا واحدة ست. موضوع ان انا قدامي حوالي مش اقل من 20 واحد مرشح هنا في اسوان، وموضوع القبليات اللي هم دايما بيحسبوا حساباتهم على الذكور ولا الناس، ده اعتقد اكبر تحدي. بس قصاده اعتقد ان في تشجيع كبير من الستات، انا برضو من خلال الفيديو ده بقول لهم الستات هم اللي بيدعموا الستات، الست هي نص المجتمع وهي مسؤوله عن النص الثاني. فلابد ان احنا قوتنا توصل او نظهرها في الوقت ده. حملتي الانتخابيه كونتها تمثل شرايح اسوان كلها، اسوان قبائل نوبيين مسيحيين ستات طبعا رجاله، جميع الشرايح اللي موجوده في اسوان عني موجوده، هتلاقي موجوده في الحمله. وعشان كده انا كل حد بيشوف الحمله بتاعتي اعتقد ان هو يعني بيفرح بيها. انا مش رامي على حد معين ومش معتمد على حد معين، او اهم حاجه هيبقى التركيز على القوانين الخاصه بالمراه كلها. ايه القوانين اللي موجوده ومحتاجه ان احنا نعدل فيها، ايه القوانين اللي مش موجوده اساسا ومحتاجه ان احنا نوجدها عن طريق التشريعات وعن طريق مجموعات محامين. هيبقى في مكتب خاص استشاري خاص بيا، يبقى في مجموعه محامين وفي ناس اقتصاديين وفي حد مهتم بالمراه. واصرار الستات الفتره الاخيره هو اللي عمل قانون، طلع قانون التحرش، وهو ان شاء الله اللي هيطلع القوانين الخاصه بالاجور او الفجوه النوعيه او الحد من الفجوه النوعيه من الاجور بين الستات والرجاله. اصرارنا على ان احنا نبقى موجودين في البرلمان هو اللي ان شاء الله هيوجد العداله الاجتماعيه في مصر وفي أسوان.